سمر، هلا وصلنا لمساحتنا اللي بتتحدث عن عالم الطفولة. رح نستعرض مجموعة من التقنيات اللي بتمكننا من معرفة السلوك عند الطفل، كيف ممكن يعبر عن رغباته عبر رسائل معينة، شو الطريقة المثلى لتقييم السلوك المناسب. هي الأمور أكيد رح تجاوبنا عنها الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب. صباحك يا رندا. صباح الخير. يسعد صباحك رندا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نحكي كيف بيتكون السلوك عند الطفل، من أي عمر ببلش؟ دائما اي شيء بيكون فعل ورد فعل، اي شيء مجرد ما يخلق الطفل دائما بيكون في عنده سلوكيات، بيكون في عنده افعال معينه، حركات معينه. هو السلوك عباره عن حركات وايماءات، واي شيء نحن عن طريقه بنوصل رسائل لبعض، بيصير عن طريقه التفاعل وتكوين الشخصيه للشخص بحسب ما بيعطي السلوك وبياخذ الرد الفعل عليه، فيا بيثبت هذا السلوك يا بيتغير. لهيك دائما نحن فينا نقول من اول ما بنخلق في عنا سلوكيات ظاهره، بنشوف بقى كيف المحيط بيقدر يقراها وكيف بيقدر يفسرها وكيف بيقدر بيتعامل معها، وبناء عليها بيكون في عندي تكيف مناسب او تكيف غير مناسب، خصوصي بالاطفال بالمراحل الاولى من العمر. رندا، كثير من الاولاد ما بيعرفوا يعبروا عن الشيء اللي بدهم اياه، والاهل ممكن يتغاضوا عن هذا الشيء بسبب دلع معين، بسبب انه قال بكره بيحكي بكره بيعبر. كيف ممكن معرفه الطفل اذا ما قدر انه يفصح عن الشيء اللي عم يشعر فيه مثل ما بيقولوا؟ تماما. هلا دائما نحن لما كطفل لما بيكون انا ببلش مثلا كل شخص في عنده اطباع معينه، لما انا ببلش شوف انه في سلوكيات معينه بلشت تتغير، بلشت تصير مزعجه، بلشت تصير عائق قدام حياه الطفل، فانا اكيد هون في رساله الطفل بده يوجهها لاهله وللمحيط انه انا مزعوج او انا مرتاح او في شيء تغيير صار. هلا انا دائما بنبه على الاهل لما بيتشكوا من اطفالهم انه انا ما بكفي مثلا يعطي سلوك سيء لمره واحده، مثلا لازم دائما يكون في شده، يعني في له درجه معينه زايده للسلوك اللي عم بيظهر، في له تكرار معين مو اقل من شهر ضل انا عم براقبه، بيكون في شده وتكرار والمده، يعني هل هو مثل ما حكينا مثلا اخذ شهر، في سلوكيات بتاخذ اكثر من شهر 3 اشهر، فانا هون دائما بتوقف عنه. طبعا في اشياء نحن سلوكه بيظهر لمره ولكن بيكون هو خطير او مؤذي للطفل او للي حواليه، فانا هون من اول مره ببلش راقب. دائما انا بقول لهم لما بتوصل هالرساله من الطفل لاهله نحن كيف بدنا نستقبلها؟ ما نستقبلها برد فعل عنيف ولا نستقبلها برد فعل لا مبالاه، لازم يكون في توازن، لازم يكون سميها وقفات، يعني انا بوقف تماما عند السلوك وبحاول فسره وبحاول اشرحه لطفلي. خصوصي نحن كأطفال أول فترات عمرنا بيكون الطفل ما بيعرف يعبر تماما عن مشاعره، فبتلاقي هو كل سلوكياته عبارة عن بكاء، سواء كان جوعان ولا سواء كان مرضان ولا تعبان. طيب في أطفال لحد هلا مثلا صار عمرهم 7 أو 8 سنين كمان لهلا عم بيعبروا بالبكاء عن أي شيء بالدنيا، طيب كيف ممكن الأم تتعامل مع الطفل بهي الحالة أو بهذا العمر؟ تماما. هذا سؤال كثير على فكره مهم، لانه خصوصي بهي الفتره نحن عم نصادف هيك اطفال بحكم الفترات قعدوا فتره طويله مع امهاتهم، فصار عند الاطفال مثل نكوص، يعني رجعوا خطوات لورا بسلوكيات معينه. السلوك الاولي قلنا لنعبر عن مشاعرنا هو البكاء، سواء كان مثل ما ذكرنا جوعان، بردان، مرضان، فهو بيعبر بالبكاء. تماما. فهو بيعبر بالبكاء عن الشيء اللي بده اياه. انا هون دائما بنصح الام ارجعي معه خطوه لورا في لعبه المشاعر، دائما انا بحاول فسر له انت هلا عم تبكي لانه انت مثلا هلا جوعان، الجوعان ليعبر عن مشاعر الجوع فهو بيطلب الاكل. هاي الوقفات اللي حكينا عنها اللي هي عباره عن مفردات وكلمات، نحن نفسر الحاله الشعوريه اللي هي مثل ما ذكرتي البكي بكلام او بتبديل، انا بقول لهم بدلوا السلوك،
طيب هلا انت على الصبت مثلا كمان بنلاقيها بفترات خصوصي انه عم تكون المراهقه النفسيه عم تكون على عمر بكير مثل ما ذكرتي بتكون بثمان سنين وبتسع سنين، بقى دائما لما بيكون بتلاقي صار فجاه حاله تمرد عند الطفل او ردود فعل اللي هي ممكن تكون غضب او تعصيب او تمرد اللي نحن بنسميها تمرد، دائما انا بدي اشوف شو في وراء هذا السلوك، هل هي مرحله نمو طبيعيه ولا هو صار معه موقف هو ما عرف يعبر عنه؟ فالحوار مع هاي الفئه العمريه كثير مناسب، دائما انا بقول لهم ما تاخذوا بمجال الحوار لا يوصل للجدل العقيم اللي ما له نتيجه. طيب خلينا نحكي شوي كيف ممكن الاهل يتعاملوا مع هيك سلوك، انه اذا طفل عنده مشكله بالتعبير على الشيء اللي بده اياه، كيف ممكن يقوموا سلوكه يتصرفوا معه؟ هلا دائما نحن بنقول لهم انه السلوك هو غالبا بيجي بالنمذجه وتقليد الاشخاص الكبار، فلا تتوقع ام او اب عصبيين او عندهم ردود فعلهم غير مدروسه يجي طفلهم رايق اكيد، الا اذا بيجي طفل انسحابي فهو اختار رد الفعل الثاني لانه يعاقب اهله انه بينسحب من كل الموقف، وهذا كمان شيء غلط. فانا دائما بقول لهم تبعوا خدعه غسل وشك، تبعنا معصب روح غسل وشك اشرب مي وتعال، فهذا التغيير الحاله اللي هو مرق فيها اعطاه فتره خلينا نعد للعشره، اعطاه هاي المرحله للاب والام ليضبطوا انفعالهم انه انا كيف ابني مثلا هيك بيعيط بوشي، وعطى فرصه للطفل انه كمان هو يغير حالته الجسديه والنفسيه تماما، فهو بيرجع كمان بينزل هذا الانفعال بينزل درجته شوي، فبيعطيني هاي المساحه لاني بلش بقى اساله شو اللي زعجك، شو كان المفروض تعمل، اعطي احتمالات، شو كان لو عملت هيك ما كان افضل. ان ما تجاوب الطفل وضل معصب برجع بقول له انا حاستناك لتهدى، لان المواضيع المهمه اللي بتتعلق فيك لازم تنحل بهدوء ورواء. هاي الكلمه كثير بتعطي شعور بالاهميه للطفل انه هو عن جد مهم عند اهله، فاكيد حيروق واكيد رح ينحل الموضوع بطريقه الطف. كمان رندا بهالوقت عم نسمع مثلا الاطفال بهالعمر اللي حكينا عليه عم بيخبوا على اهاليهم، يعني يمكن مثلا الام او الاب يدروا القصه مثلا يمكن من المنس يمكن من رفيقتهم يمكن من حدا من العائله، بس عم بيصير تخبايه ويمكن تكون هاي القصص كمان كثير مهمه، كيف ممكن الاهالي يتعاملوا مع هيك طفل؟ وكمان في شغله ثانيه، الولد اللي ما بيسمع الكلمه بالمره كمان كيف ممكن الاهالي يتعاملوا معه؟ هلا اول شيء موضوع التخبايه عن الاهل بتمر بمراحل، المرحله الاولى هي بتكون كثير طبيعيه، ببلش الطفل بعمر صغير يكون شخصيته انه انا كمان لي حياتي الخاصه اللي انا ما بدي اقولها لحدا، انه شو عملت اليوم بالمدرسه؟ ما عملنا شيء، انه اكيد ما رحت بس قاعد، كيف كان الدرس؟ ما كان ما لي متذكر، فهي المفردات انا بقول لهم للاهل لا تكون رد فعلكم عليها بمثلا بضحك او باستهزاء او بلا مبالاه، خليها تكون طيب جوابها اقول لك طب انا اليوم شو صار معي، يعني يحكي الاهل او الام تحكي تجربتها بعملها او تجربتها بالبيت انه انا اليوم بغيابك عملت هيك، فحتعلمه بالنمذجه انه بالمقابل مع الوقت حيرجع يقول له هو شو عمل، وحيصير هذا التفاعل ويتعلم انه انا بحكي شو صار معي. من المواقف اللي ممكن يحكيها بالعمر الاكبر شوي انه مثلا صار موقف ما جاب علامه منيحه، تقاتل هو ورفيقه، صار شيء سلوك مو منيح عمله، فهو لما حيذكره للام انا هون بقول لك رد الفعل، لما انا برد فعل بطريقه مناسبه بطريقه هاديه بطريقه انه انا اقدر اعرف انه انا فعلا انا الشخص اللي الحقيقي الصح اللي انت اجيت حكيت له وانا راح اسمع له، هون انا بتلافى موضوع انه يخبي، بالعكس صار يا يكون هي الملجأ له ويحكي له وتعطيه حلول، وبنفس الوقت له بالمرات الثانيه لازم تجرب تعمل هيك،
فهذا الموضوع كثير بيكون ألطف، اللي هو الحوار، ضبط الانفعال، خصوصي لما بيكون الموقف ما لم توقعته الأم من ابنها. بعدين لما في أطفال من اللي منشوفهم أنه بيعملوا هن الخطأ أو السلوك الخاطئ وبيحكوا لأهلهم، بس بيقولوا بيسموه بغير صديق أو بغير في أنه رفيقي عمل هيك، بيكون هو اللي عامل. كمان هون الأم تهتم أنه لو كان عمل هيك كان يمكن أفضل، فهي عم تعطيه كمان حلول بطريقة غير مباشرة، بالطريقة الغير مباشرة اللي هو سرد لها فيها المشكلة أو القصة. رندا، يعني أنت من خلال هيك تجربتك وتعاملك واحتكاكك مع الأطفال وأهليهم، قد عم تشوفي شيء أخطاء بالتعامل مع الأطفال اليوم وعم تحاولي تنبهي عنها، خاصة أنه هذا الزمن غير الزمن القديم؟ يعني التربية والنفسيات كأهالي وكأطفال بيربط الموضوع، قلت لي انه في انه مثلا كيف ليش ما بيقعدوا بيردوا على اهلهم؟ ما بيقعدوا بيردوا لانه ما في ثبات بسلوك الام. هذا اكثر شيء اللي هلا عم نشوفه. الام بطبع حنيتها على طفلها، فهو مثلا ممكن تكون هلا هي معصبه او مزعوجه، فبيعمل هو سلوك بتأنبه او بتقول له ما بيصير وبتنبهه، بعد خمس دقائق بيرق قلب عليه انه يلا اوكي حاسمح لك عرفتي، او يلا معلش. هذا قله الثبات بتزرع فكرة عند الطفل انه يلا هلا بتزعل شوي وبعدين بترضى، او ما بترضى. ففقدت هي اللي بقول لهم انا هي الهيبه، مو انه انا اكون كثير شخص قاسي او دائما، لا بالعكس، الهيبه انه انا خاف ازعلك لانه انت امي وانا كثير بهمني انه انت تكوني رضيانه علي. هي هي الهيبه اللي انا بدي احافظ عليها بهذا الشيء النفسي اللي بالعلاقه بين الام والطفل. لهيك انا بقول للام اعملي جدول تعزيز لك قبل ابنك، حطي جدول في انه مثلا انا ممنوع اليوم مثلا تمسك الموبايل غير نص ساعه، شوفه ببكي شوي فانا ثاني يوم بعطيه ساعه. هون عرف انه ما في ثبات. لما هي بتحط الجدول وبتحط عليه انه انا بس نص ساعه، هي حتتذكر انه انا حدلله بالطريقه الصح لابني وانه هذا المفيد له، فهي حتثبت وبالتالي هو رح يثبت، وكل حتى الابو بيثبت، حتى الاخوه كلهم بالبيت بيعرفوا انه في قانون هو مكتوب وشايفينه نحن بمكان، كيف ما مرينا بالبيت حنشوفه. حتى بس الام عم تحط هذا الجدول كثير عم يصير تفاعل بينه وبين ابنها، بيقعدوا بيكتبوا مع بعض، وهذا الشيء كثير حلو. يعني قد ايه بيصير الولد عنده شخصيه، قد ايه بيصير عنده ثقه بالنفس وعنده تنظيم لوقته بهذا الجدول، كثير مهم. هلا خلينا ننتقل على الطفل اللي بيحكي كل شيء للعالم، يعني اسرار البيت بينقلها للعالم. تماما. هذا الطفل كيف ممكن كمان الاهل يتعاملوا معه؟ مثلا اول مره نبهوه، ثاني مره مثلا انه حذروا، اخر مره مثلا حرموه من الاشياء اللي بيحبها، وبعدين يعني كيف ممكن الام تتعامل معه؟ في خط كثير رفيع بين انه انا علمه يحكي لي كل شيء وبالمقابل ما يحكي شيء عم بيصير بالبيت براته. فهون انا بقول لهم هذا خط احمر. انا من عمر صغير بنبه الطفل لما الطفل عم بيسمع والدته عم تحكي تليفون مع اختها مثلا او مع جارتها عم تحكي لها كل شيء صار، فهو رح يعرف انه طيب انا فيني احكي كل شيء. دائما تنتبه هي الام على تصرفاتها قدام الطفل. في نقطه ثانيه انه ممكن الطفل بعمر صغير يعمل اشياء مهضومه، فهي الام دائما بتذكرها قدام الكل، فهو حياخذ هذا السلوك انه ايه اوكي، فانا كل شيء بيصير معي بدي احكيه للكل. هذا الموضوع انا بنتبه عليه لانه على العمر الاكبر ما عاد صار شيء مهضوم، صار شيء مزعج، صار شيء بيهدد، ممكن خطر للطفل انه انت ما بصير تحكي كل شيء. لهيك انا دائما بقول لهم بعلم طفلي انه انا كل شيء بيصير بالبيت هو خاص بالبيت بافراد الاسره اللي بالبيت، وكل شيء انت بيصير نحن بنتفاعل وبنحكي. شوفني انا ما حكيت شو صار معنا لبرا، نحن بنحكي بس بينات بعض، وكل شيء بيصير بيناتنا بضل شيء خاص هو هذا سرنا الصغير اللي بس قلنا داخل البيت. خلينا كمان ناخذ حاله ثانيه، هي حاله الطفل الخجول امام العالم، يعني بس بالبيت ما انه خجول بس بيستغرب قدام العالم. كمان كيف الام تكسر له حاجز الخجل؟ احيانا يعني بتخجل الام من قد ما طفلها بيخجل، بيكون خجلان. تماما. هلا لك فكره انه نحن دائما لما بيكون عندي انا الطفل في فرق بين سلوكه داخل البيت وخارجه بغض النظر شو هو السلوك، فهون انا بدي راجع تربيه البيت كيف عم بتكون. انا اكيد الام باللاوعي
وعي عم تعطيه رسائل يكون طفل محمي زياده، يعني كل شيء بتاخذ هي عنه المهام، ما بتتحمله مسؤوليه شيء، من يعني من انه يشرب كاسه مي، عرفتي؟ فهي التفاصيل اللي انا بعطي مسؤوليه لابني داخل البيت، بخليه يتحمل مسؤوليه حاله باشياء بسيطه، لما باخذه انا بدي مثلا فوت اشتري شيء انا وياه مثلا من محل، ما عليه بقول له اساله عنده من هذا اللون او لا، هي تفاصيل كثير بسيطه الام لازم تعملها، لا تحميه بهذا الموضوع، خليه هو يبادر ويسال. لما مثلا بيكون نهار مو قدران يعمل واجب مثلا للمدرسه، بتلاقيها بتتصل 10 مرات انه لا تحاكوا، طب خليه هو يفوت لعند المس ويقول له انه انا اليوم ما قدرت لانه انا اليوم تعبان او كنت امبارح صار ظرف. هذا الموضوع بيعطيه ثقه بنفسه، بيعطيه طريقه يقدر يحل اموره. هلا في نحن كمان الخجل من الرسائل اللي بيوجهوها الاطفال بطريقه غير مباشره، يا ترى ليه هو كيف عم بيقضي نهاره؟ هو ما كان خجول وصار انسحابي وبيخجل وما بيتفاعل؟ شو مع مين عم بيقعد؟ شو السلوكيات اللي عم بيعملها؟ خليني اجرب، خليه يرسم اذا كان عمره صغير، خليه يجرب يحكي قصه من خياله، هي التفاصيل بتخليه يفرغ شوي ويخليني اعرف انا اذا ما كان عنده هي مو من صفاته، اقدر اعرف شو الشيء الخفي اللي صاير وشو الرساله اللي عم بيحاول يوصل لي اياها. تمام رندا، هلا كمان ننتقل للطفل الكذاب اللي بضل يكذب. يعني بتلاقي بين الكذبه والكذبه كذبه، يعني في شيء ما بيتصدق بالمره وفي شيء يعني قصص يعني ممكن تمرق، كمان كيف الام ممكن تتعامل مع هذا الطفل؟ كمان بيمر بعدة مراحل، في بالمرحلة الصغيرة الأعمار الصغيرة الأطفال بتبلش هي ما قدرانة لسه تفصل بين الواقع والخيال، فبيكون كذبة عبارة ممكن عن أحلام هي عم تحاول إنه متوقع إنه هي بتقدر تعمل هذا الشيء، ولكن هو هذا حلم أو خيال بذهنها. بالعمر الثاني لما ببلش انا بقول لهم بهي الفتره لما بتكون سلوكيات الطفل هي مهضومه ومحببه ونحن بنكررها بنصير بنعزز سلوكيات سلبيه بدون ما نعرف، بالعمر الاكبر بصير هذا الموضوع ببلش يصير خطر، ببلش يصير عادي عند الطفل. دائما الام اللي هي ممكن نحن دائما هذا المثال كثير شائع انه وقت اللي بيتصل حدا وانت بالبيت لا تخلي ابنك يرد عليه ويقول له ما في حدا بالبيت، قد ايه تفصيل هذا بسيط، ولكن هذا بيعطي انه اوكي انا في كذبات ممكن تمرقني من اشياء وهي ما بتشكل خطر على حدا، مع الوقت بصير هذا السلوك عنده، فانا برجع وبركز على النمذجه وعلى تقليد الطفل لاهله، نحاول نحن ممكن نكون مزعوجين ما لنا قدرانين نرد، نقول له قل له انه هلا مزعوج، تعطي التفسير تماما، هلا انا مزعوج او مشغول شوي لارتاح بحكيك، يعني قديش فرق هذا التفصيل البسيط ليكون الطفل عنده ثقة يحكي انه انا هلأ ما بقدر او انا هلأ قدران اعمل هذا الشيء. فمثل ما قلت لك الكذب بمر بمراحل، دائما انا بقول لهم اذا كان عم بيخبي نحاول ما نشتغل الشرطي انه نحطه على عينه، لا تكون المراقبة غير مباشرة ونحاول نرجيه انه كذبته مكشوفه ولكن نحن ما رح نحكي لحتى يجي هو يحكي لنا، لنبني جسر الثقه مع الطفل. تمام اكيد، يعني عم نشوف انه دائما الاولاد هن مرآة لتربيه اهلهم بكل التفاصيل اللي عم نحكي عنها، عم نحاول هي القصص اللي عم بيعبروا عنها الاولاد نعرف خفاياها وكيف يتعاملوا مع الاطفال. في قصة الغيرة كمان، إذا كان ولد أول وإجا بيبي صغير، هي الغيرة القاتلة والتصرفات المو مفهومة أحيانا لدى الأم، أحيانا الأم مثل ما قلنا أنه تهملها ممكن تسبب له ردة فعل نفسية للطفل، كمان خبرني لنا نحكي عن هذا الموضوع. تماما، هلا هذا موضوع كثير شائع انه كيف الطفل لما ببلش بيغار من اخوه بصير عنده نكوص، بصير بقلده بكل شيء، بصير تماما بياخذ سلوك باتجاهين، او بتلاقيه بيحاول انه كثير يغنجه، انا ابني هذا صار كمان انا ابني وانا كمان بدي اهتم فيه، وبهذا الاهتمام الزائد فهو رح يضره ويأذيه، او بالعكس بده يقلده بكل شيء عم بيعمله، بده يرجع للبيبرون، بده يرجع للسلوكيات تماما، او يرجع يبكي يصير يطلب الاشياء بطريقه اصغر من عمره. انا بقول للام مجرد ما كان الخطا الشائع انه لما الام بفترات حملها
اول ما اخو الاخو البيبي الموجود يعرف انه ماميته حامل، فهي بدها تروح تحطه بروضه او تحطه بجاردري او تبعته على نشاط انه لحتى هي ترتاح. هو ما فهم هذا الموضوع، هو فهم انه خلصوا مني لانه صار اجى حدا بدالي. دائما تشرح تأرجيه صوره انه انت لما كنت صغير كنت بنفس العناية ونفس الاهتمام، هلأ أنت صرت أكبر، اهتمام فيك حيكون مختلف لأنك أكبر. أنت ما بحمله مسؤوليات أخوه الصغير لأنه هذا حيعطيه شعور بالعبء وبال أنه أنا خلص صفيت بس عم بقدم لهم خدمات لأخي. دائما سلوكيات الغيرة نحن لازم نعبيها بنشاط، يكون منفصلين الإخوات عن بعضهم، يكون في دائما اهتمام بالطفل، نقضي وقت معه، ما يكون دائما الأم حرام بتكون هي مشغولة بالبيبي الصغير، ولكن دائما تخصص وقت منفصل ويكون هذا منرجع للجدول اللي حيساعدهم. هذا الشيء كثير مهم، يعني كثير اليوم استفدنا نحن وكل الأمهات اللي تابعوكي. رندا شكرا لمعلوماتك القيمة. شكرا لك. شكرا لك رندا.